بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أدعوكم للوقوف تحية وللاستماع للنشيد الوطني. الجزائر حرة مستقلة مدى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد السيد والي ولاية ورقلة السيد المحترم ممثل قائد الناحية العسكرية الرابعة السيد قائد القيادة الجهوية لمجموعة في غرفتي البرلمان السادة أعضاء لجنة الأمن الولائية الأمن الداخلي وأمن الجيش الوطني الشعبي السيد نائب العام السادة المسؤولين العسكريين والمدنيين لولاية أساتذة أبنائي وبناتي الطالبات الأعزاء الآباء والأمهات الأجداد السيدات والسادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد قال أحد الحكماء يوما إن الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني سلما تصعد به نحو النجاح إنه النجاح مطلب ومبتغى كل فرد على هذه البسيطة يحبذه ويريده ويمني نفسه بالزيادة منه هو النجاح الذي يجمعنا اليوم ليس نجاح طلبتنا فحسب بل نجاح جامعتنا في قيامها صرحا شامخا بمرور ربع قرن على إنشائها هنيئا لك جامعتنا هنيئا لأنفسنا بهذا النجاح هنيئا لطلبتنا بهذا التميز والتفوق ليس نجاحكم حصولكم على التفوق وشهادة التخرج فقط بل النجاح الحقيقي هو شعوركم الذاتي الداخلي بتحقيق ما تصبون إليه في هذه الحياة وزيادة الثقة بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكاملة بالأمس القريب افتتحنا السنة الجامعية وها نحن اليوم سنعلن بعد سويعات اختتامها عن منجزات جامعة ورقلة في موسمها هذا 2011-2012 يحدثنا السيد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد الطرفايا في كلمته التي سيلقيها السلام على أشرف الخلق أجمعين سيد مقام والي ولاية ورقلة سيد الفاضل على اسم الشعب الولائي السادة نواب الأمة في غرفة البرلمان السادة أعضاء لجنة الأمن السيد نائب العام السيد رئيس المجلس السيد المجلس رئيس المجلس الشعبي لمدينة ورقلة السيدات والسادة مسؤول الجامعة في جميع المستويات السيدة والسادة أساتذة الجامعة ووظيفوها أيتها الطالبات أيها الطلبة السادة الصحفيون زميلاتي زملاء الأساتذة السيدات والسادة ضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 50 سنة على استقلال الجزائر ذكرى تضعنا على عتبة التاريخ حاملين على عاتقنا مسؤوليات قد تلوح بها شعوب هذه الأرض وأممها حين تدرك لحظة من الزمن ما معنى أن تكون جزائريا يرفعك زهو انتمائك إلى هذا الشعب العظيم الذي أعاد صياغة التاريخ ورسم معالم الكرامة الإنسانية حين رفض الانقياد والخضوع وألف الاستكانة لصرف الاستعداد وسطوة الاستغفار في زمن ضمن فيه الجميع أن الجزائر أكملت انبعثت الحياة من بعد المشاهدة وانبرى رجال آمنوا بطهر هذه الأرض ونبائها وعقدوا الأزمة على التصدي لأعتى قوة الاستعمارية لقد قدم الشعب الأبي على مدى قرن و32 سنة الملايين من الشهداء صانعا بذلك أعظم ثورة سجد لها التاريخ لتبقى مصدر إلهام لشرفاء هذا العالم وأحراره إلى أبد الآبدين ودرسا لكل من أراد أن يعرف معنى الثورة ودرسا لكل من أراد أن يعرف معنى الثورة إنه القدر ووحده القدر من أخطاركم يا شباب الجزائر يا أحفاد الشهداء من الأمير عبد القادر إلى طلعة الرحمن لأن تحملوا رسالة هؤلاء الأبرار فكونوا لها وتسلحوا بالعلم والمعرفة وأعملوا على أن تقوى الجزائر وتصطهر أيها الإخوة الأخوات الكريمات أيها الإخوة الكرام بنات الطالبات أبناء الطلبة ونحن في عمرة احتفال
الجدل بهذه الخمسينية الواجبة، يكون قد مر على إنشاء الجامعة لنا 25 سنة، أردناها مناسبة تحمل شعار الجودة والنوعية، وقد اجتهدنا لترجمة هذا الشعار الذي نراه قد شسد في ممارساتنا البدروشية العلمية. وقبل الخوض في التفاصيل، أرحب بجميع الحاضرين في حفل اختتام هذه السنة الجامعية التي نتمنى أنها حققت الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها نجاح الموسم الجامعي 2011-2012 الذي نعوزه من الحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة على مستوى جميع الأقسام بتاريخ 4 أكتوبر 2011 والتي انتهت بتاريخ 26 مايو 2012، مما يعني 14 أسبوع دراسي في كل سداسي، الشيء الذي مكن من استكمال البرنامج وإجراء استعمال الامتحانات في موعدها، والفضل في ذلك يرجع إلى تضافر جهود الجميع من أساتذة وعمال وطلبة، فضلا عن الجهود التي بذلتها السلطة المحلية ورأسها السيد العسكري ناصر ولي الولاية لبيان له من أهمية القطاع التعليمي الحالي وتشريفه الدائم للجامعة في كل مناسبة من مناسباتها. ضيوفنا الكرام، لا تكفي من فرحة النجاح والتوفيق إلا بتهنئة جميع الطلبة المتخرجين، البارح عددهم 5,464 طالبا وطالبة، موزعين على 139 تخصصا، ونخص المتفوقات من بناتنا الطالبات والمتفوقين من أبنائنا الطلبة بتكريم مستحق على جهد شكرهم واجتهادهم طيله مشوارهم الجامعي. نبدأ بتحية خالصة لأهلهم وذويهم، ونحن نشاركهم شعورا غامرا فخورين بحياتهم. ونحن نشارك بهم شعورا غامرا فخورين بهؤلاء الخلف، نشد على ايديهم ليواصلوا مشوارهم العلمي، شاكرين للاساتذه فضلهم لما بذلوه من جهد من اجل تحقيق هذه النتائج الباهره. ولست ابالغ ايها الساده الافاضل حين اقر بان وجود المؤسسه الجامعيه سيبقى مرهونا بالانتاج العلمي النوعي الذي لا نفصل بايحاد من الاخوان عن نوعيه الطالب المتخرج، ومنه فاننا لم ندخل جهد في سبيل رقي جامعتنا للوصول بها الى مرتبه مشرفه وتناغما مع هذا السياق. اسمحوا لي ايها الحضور الكريم ان اقدم العرض المختصر على مجموع النشاط الذي ميز هذه السنه الجامعيه. اولا بالنسبه لنشاط الاداره، تم في حدود هذه السنه عقد دوره عاديه للاستقرار الجامعي بتاريخ 12 مارس 2012 في مرحله ما بعد التدرج نظام ليسونس ماستر والدكتوراه. تميزت هذه السنه الجامعيه بفتح تخصصات المحروقات وعلوم الفلاحه ذات التسجيل الوطني والانخراط الكلي في التكوين بالنظام الجديد، 37 طالبا، وفي الطور الثاني 629 طالبا. تخرج اول دفعه بالنسبه للطور الاول ليسونس في اقسام علوم الارض والكون وكذلك في قسم المحروقات. تخرج الدفعه التاسعه للكفاءات المهنيه للمحاماه والمؤسسات العموميه المتواجده على مستوى تراب الولايه على مساعدتهم باستقبال الطلبه والاساتذه من اجل اجراء التربصات وانجاز مذكرات التخرج في موعدها. و98 طالبا. اما التكوين العالي في مرحله ما بعد التدرج نوقشت خلال هذه السنه 193 مذكره ماجستير في مختلف التخصصات، و24 اطروحه الدكتوراه، وتم تاهيل 31 استاذا باحثا. وسيتم تدعيم التكوين في دخول الجامعه 2012-2013 بفتح تخصصات في الليسانس والماستر والدكتوراه، وهي كالاتي: 3 تخصصات في الليسانس في اللغات